نحن اليوم نروح برحلة على ليبيا، وأكيد رحلتنا ما بتكمل إذا ما زرنا طرابلس العاصمة. طرابلس المشهورة بأبنيتها البيضة وبساتينها الحلوة واللي بلقبها أهلها بعروس البحر المتوسط. طرابلس الثقافة العربية المتأثرة بمحيطها وبالمعالم التاريخية والمساجد ومطبخها اللي بيجمع كل هذا التنوع. خلينا نروح بجولة مع الإعلامية سمية بسيكري ونرجع لكم بعد شوي. أهلا وسهلا، مرحبا شيف هلا، كل عام وانتم بخير. مشاهدين الام بي سي، معكم سميه بسيكري من العاصمه الليبيه طرابلس. حناخذكم اليوم في جوله في المدينه القديمه باش نشوف الاجواء الرمضانيه، وهنا من امام المداخل التاريخيه قوس ماركوس اوريليوس حنبدأ جوله، تعالوا معنا. في سوق المشير وهو من أقدم الأسواق التاريخية وأشهرها، خلوكم معنا نديروا جولة فيه. حاليا في زنقة الطباخ واللي هي متعارف عليها ينباع كل البهارات اللي ينشر بها المطبخ الليبي. وصلنا توا لوقت الإفطار، وعادة نحن في ليبيا نفطروا في الشربة العربية، وعندنا أصناف جانبية اللي هي المبطن والكفتة ونوعين بوريك اللي هو باللحم وبالبطاطا. بالنسبة للأصناف الرئيسية عندنا رشد كسكاس وعندنا كسكسو بالبصلة. وصحة فطورك. طبعا ما تكملش ليالي رمضان عندنا الا بالحلو، والحلو بتاعنا هو الخشاف وحلوياتنا الزمنيه اللي هي زي المقروض والغريبه والدبله. وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم.